للصدمة أن تزرع الصمت بدلا من الكلام، وللصورة هيبة أكثر من كتابة ما يجري، وللصوت حق أن يصل إلى مسامع العراقي أينما كان. وتلك مشاهد تحدث لأول مرة، ليس بشكلها لكن بمضمون ردة الفعل على قرار يعتبر التاريخي بالنسبة للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر باعتزال نهائي لا رجعة فيه. وهنا بغداد لم تقفل أبوابها في وجه الحوار، لكنها أغلقتها اليوم حفاظا على هيبة مؤسسات الدولة. دخل المتظاهرون قصر الحكومة في المنطقة الخضراء، وكذلك فعلوا في الجمهورية. وجهت الأحداث التي قلبت أنظار العالم إلى العراق بنصح أمني ومسؤول يرجح صوت حق التظاهر السلمي، لكن دون أن تنفلت ساعة الفوضى في الشوارع. كاميرا التغيير حاضرة هنا، أما الترقب لخشية ألا يحدث ما لا يريده العراقيون أنفسهم ولا تريده المنطقة برمتها، إذ العراق صمام أمان مهم. رئيس الجمهورية حذر من خطورة تعطيل مؤسسات الدولة مرجحا لغة العقل في الحفاظ على سلمية التظاهر. رئيس الوزراء علق جلسات مجلس الوزراء إلى حين أن تهدأ لغة الغليان. حالة طوارئ إذن يدخلها العراق المثقل بالجراح، لكنها جراح قد تنزف أكثر إذا لم تغلب كلمة الوطن على كل كلام التأزيم على يد أطراف خارجية ربما لا تريد لمحافظات البلاد أن تسكن بسلام. والسلام اسم بغداد، لابد أن تكون عصية على الفوضى، لكنها تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى صوت يزرع السلام. نداء آخر إلى الإعلام، لا تصعيد ولا وعيد، فإن تنصروا العراق ينصركم.